الدوري الانجليزي شيفيلد واستون فيلا، لقاء انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف في واقعه هي الاغرب والاعجب. قدام حضراتكم دي نتائج النهارده في الدوري الانجليزي مؤجلات الاسبوع 28. استون فيلا وشيفيلد يونايتد انتهى 0-0، مانشستر سيتي وارسنال 3-0 لمانشستر سيتي. واللي اعرفه ان ديفيد لويس كان قاعد على مقاعد البدلاء، نزل تقريبا في الدقيقه 50. كل سنه وانتم طيبين، الدنيا راحت مضلمه، طرد بكارت احمر بخروج بضربه جزاء ب 2-0، بعدها 3-0 وحاجه اخر هنا. يعني مع ارتيتا ما انت كنت مقعده جنبك، ايه اللي خلاك تنزله؟ ديفيد لويس طبعا مدافع البرازيلي اللي كان في صفوف تشيلسي الانجليزي. يبقى دي نتائج النهارده. هقف عند ماتش استون فيلا وشيفيلد يونايتد لانه حصلت فيه واقعه غريبه جدا جدا، قلما تحدث وما ينفعش تحصل، تحديدا كمان في الدوري الانجليزي لاسباب كتيره. الكوره تجاوزت خط المرمى في مباراه استون فيلا، وقدام حضراتكم الجون، اخذ الكوره دخل بيها جوه الجون، هو خلاص مفيش كلام اهي، شافعي ومالكي وابو حنيفه جوه الجون. طيب الدوري الانجليزي شغال بتقنيتين، تقنيه الفار خلاص، والتقنيه الثانيه اللي هي تقنيه عين الصقر. خلاص ما فيهاش تهريج بقى. تقنيه عين الصقر ديت اللي هي بتقول لك الكوره، هي التقنيه ديت محطوطه تحديدا عشان تقول لك الكوره عدت الخط ولا لا، وهي معديه اهي، بص بكل تفاصيلها، بالجون بسلطاته ببابا دب رجليه ببقه بعينيه بحواجبه بشعره بكله على بعضه، بالكوره جوه الجون. طيب الغريب انه لا تقنيه عين الصقر عرفت تتعامل معاها ولا الفار هم اصلا لجأوا له، وبالتالي لم يحتسب هدف شيفيلد يونايتد في استون فيلا. طيب الشركه نفسها نزلت بيان بعد المباراه، بيان غريب جدا، قال لك من بين 9000 حاله، اهو قدام حضراتكم على الشاشه، من بين 9000 حاله كانت بتشتغل فيهم تقنيه عين الصقر بشكل مميز جدا جدا، واستطاعت ان هي ترصد كل الكرات اللي تجاوزت الخط، الا انها في هذه المره ولاول مره يبقى عندها مشكلة في الرؤية بسبب انسداد الرؤية على السبع كاميرات المتواجدة الخاصة بالموضوع، وبالتالي بسبب المدافعين وحراس وحارس المرمى والمجموعة الكبيرة من اللاعبين اللي كانوا موجودين في منطقة ال 18 وحوالين الكرة ما قدرتش التقنية ان هي ترصدها. فده البيان اللي نزل بعديها هو بيوضحه للأسباب. الأغرب من كده انه طبعا مع تأكيد الناس اللي في الملعب ان الكرة تجاوزت، الحكم لم يلجأ الى تقنية الفار علشان يشوفها، لأنه هو بالنسبة له ما حصلتش ومش هتحصل، يعني ما حصلتش قبل كده إنه تقنية عين الصقر ما تشتغلش، فقال لك يبقى الكرة ما تجاوزتش المرمى، اللعيبة بقى تتشال تتهبت تتنكت، مش قصتي أنا، أهم حاجة بالنسبة لي إن أنا التقنية عندي المفروض إن أنا واثق فيها بنسبة 100%. ده دايما هيديك الانطباع اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيه، متعة كرة القدم أحيانا بيبقى فيها جزء من الحاجات اللي شبه كده. التكنولوجيا دورها الرئيسي ان هي تبقى ليها طبعا الحد الفاصل في العداله، ولكن اللي حصل النهارده طبعا غريب جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لا تقنيه عين الصقر انصفت النهارده شيفيلد يونايتد، ولا حتى تم تطبيق تقنيه الفار وسط هذا الكم من التكنولوجيا. برضو التكنولوجيا احيانا بتخطئ، مش بس البشر، التكنولوجيا احيانا تخطئ وخطاها بيكون مؤثر بشكل زي ده. شيفيلد يونايتد النهارده لو سجل هذا الهدف واحتسب لكان النهارده اولى بالثلاث نقاط. مباراه مانشستر